أم فاضلة بتقول ابني بيطلع صدقة كل شهر، وأنا معايا معاش في بعض الشهور بتكون، يعني هي بتاخد معاش لكن في بعض الشهور بتكون التزاماتي أكتر من المعاش اللي بيدخل لي، هل يجوز أخذ إني أخذ من الصدقة اللي ابني بيطلعها من غير ما يعرف، لأني مش بحب إنه يعرف إني بحتاج فلوس للالتزامات الزيادة اللي عليا عشان ما يحملش همي ويأثر في التزاماته. أمنا الفاضلة، يعني لازم نقول شيء قبل ما نجاوب على هذا السؤال، وهو ما بنذكر بما هو مقرر في الشرع الشريف، وهو إن هناك فارق بين الزكاة الواجبة والصدقة النافلة اللي هي التطوعية اللي بيتطوع بها الإنسان. بالنسبة للزكاة الواجبة، الشريعة حددت الضوابط اللي بتتعلق بمستحقي الزكاة ومن يجوز لهم أخذها. الزكاة الواجبة بتصرف لأصناف محددة من الناس كما ورد نص ذلك في القرآن الكريم في سورة التوبة في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبين السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بالنسبة إن حضرتك أو أخذ الأم الزكاة من مال الزكاة الخاص بابنها، المعلوم والمقرر شرعا في والمفتبي إن الزكاة لا تجوز أن تعطى للأصول والفروع المباشرة، يعني بين الأبناء الآباء وإن علا والأبناء وإن نزل. والسبب في ده هو إن نفقة الأبوين بتجب على الأبناء إذا كانوا قادرين على الإنفاق عليهما وما كانش عند الأب ما يكفيه، وبنفس الوضع نفقة الأبناء بتجب على الآباء إذا كانوا قادرين على ذلك، وإذا كان الأبناء مش قادرين. وعلى ذلك فلا يجوز للأم إنها تاخد الزكاة من مال ابنها بالنسبة لي هذا الشق الأول في أموال الزكاة. أما بالنسبة بقى للصدقة اللي ما يتطوع به الإنسان ويخرجه لله تعالى من غير لزوم عليه، بابها واسع، الصدقة بابها واسع، يجوز إن يأخذ منها غير المستحق للزكاة الواجبة، وإن كان أهل الحاجة طبعا هم الأولى، فلا مانع للأم في الحالة دي إنها تاخد من مال الصدقة الخاص بابنها. لكن في هذه الصورة وبالنسبة وواقعة السؤال ده، أنا بستشف إن الأم يعني وكيلة في هذا المال عن ابنها، يعني هو وكل حضرتك بيديك الفلوس وانت بتقومي بإخراج الصدقة، فيجب على حضرتك الحذر والاحتياط الشديدين لأنه حضرتك وكيلة على هذا المال. فإن كانت حضرتك ظروفك لا تسمح ولا محالة بتحتاجي للأخذ، فليكن هذا الأخذ بالمعروف، ولا تضيعي طبعا الثواب على ولدك في رغبته في إخراج هذه الصدقات. كما أنبه إلى أمر مهم وخطير، أنا ابني النهاردة بيتصدق وبيخرج الصدقات، يعني عنده سعة، يعني الأولى إن حضرتك إن يعني إن الأم تطلب، ده حقك تطلبي الحاجة بتاعتك من ابنك طلب مباشر لما تحتاجي. وزي ما يبدو من السؤال زي ما قلت لحضرتك إن الابن يعني حالته المادية متيسرة، فحضرتك تقولي له أنا أحتاج مثلا، مش عايزة تقولي له أنا محتاجة فلوس، يا ابني أنا محتاجة هذه المجموعة من العلاجات أو هذه المجموعة من الطلبات في المنزل، وبحيث إنك تتركي مال الصدقة لغيرك. وده لأن نفقة الوالدين عند عدم القدرة، يعني نفقة الوالدين عند عدم القدرة على بتكون على الأبناء القادرين، يعني لما يكونوا الوالدين مش قادرين ينفقوا ما لديهمش سعة، بتكون بتجب النفقة على الأولاد القادرين إذا كانت طبعا الأم محتاجة والابن قادر على الإنفاق عليكي. فيجب على هذا الابن أنه يتولى النفقات الخاصة بحضرتك من ماله الخاص. يا صاحبة السؤال، ده حقك، سليه أنه يعينك ويقف جنبك وثوابه مضاعف وعظيم. هو الوصية بالأم إيه؟ 3 مرات. فبالتالي حضرتك أمك ثم أمك ثم أمك،
وبيحظى برضاك وبيفوز بدعوتك وبيسد حاجتك، وانت اولى الناس انه يسد الحاجه بتاعتها، فيسد الحاجه بتاعت حضرتك ويصدق بما يشاء بعد ذلك. فانا شايفه ان حضرتك تكلميه بصوره مباشره، هات لي الادويه دي، محتاجه كذا، محتاجه كذا، يعني ترسيه على الوضع. ممكن تقولي ايه، ما هو عارف انا باخد كام، بس ممكن يكون مش واخد باله، فانا انبهه. لا باس بهذا الامر، وربنا يعني يتقبل من الجميع.